وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الأستاذ مروان راشد عبد الكريم الباحث الشرعي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أكد ضرورة الحرص على حفظ النفس وعدم إلحاق الضرر بالآخرين، وذلك من خلال الأخذ بالأسباب المتمثلة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتلقي اللقاح. ولا شك أن حفظ النفس يشمل حفظ الإنسان لنفسه ولغيره في هذه الجائحة التي نمر بها، لأن المرض معدي. الواجب الشرعي على كل واحد منا هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، ثم اتباع التوصيات والإجراءات الاحترازية الصحية التي أقرها الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا. فالملتزم بها مأجور عند الله سبحانه، وعلى الإنسان أن يحرص عليها ولا يقصر ولا يتهاون فيها حتى لا يتسبب بإيذاء نفسه أو غيره لا سمح الله. ونحن ولله الحمد نعيش في مجتمع واعي وملتزم، وهذا هو المعروف عنه. ولا يفوتني هنا أن أشيد بما تقدمه مملكتنا الغالية من بذل الغالي والنفيس بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، في سبيل حفظ صحة وسلامة الجميع.